وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تأكد الجميع أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها ضرورة لمستقبل الشعوب ومقدراتها. وفي كلمته خلال أعمال الدورة العادية 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مدينة جدة، شدد الرئيس السيسي على أنه لا يصح أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تضر بجهود تسوية الأزمات. الإخوة الأعزاء، لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود.